أخبار اليوم. وزارة الكهرباء يمكن زيها زي قطاعات أخرى في الدولة عانت نتيجة للانفلات الأمني اللي حصل، أثر على تأخير الخطط التي كانت موضوعة والتي كانت تضع ضمانات بأن يكون المنتج من الكهرباء أكثر من الاستهلاك. وصلنا إلى مرحلة أنه بنضطر أحيانا إلى تخفيف الأعمال نتيجة لأنه الاستهلاك أكثر من المنتج من الكهرباء. طبعا الموضوع ممكن البعض يفسره هل هو التقصير بقى من فين او اسبابه ايه، اتكلم فيه كتير واتكلمنا فيه قبل كده. ايضا حتى الوقود اللي بيجي المحطات من محطات توليد الكهرباء من قطاع البترول تاثر لانه شركات اجنبيه رحلت، في اعتراضات للاهالي، في ضمور لبعض الحقول، حصل بالفعل يعني نوع من اللخبطه في الاداء او يعني. المهم طبعا الان بدانا بالفعل، الحكومه الحاليه حكومه جاده للغايه، بنلملم الامور، بنضع معالجات هنا وهناك. اول حاجه اتعملت انه بكلم حضرتك دلوقتي بيتم بالفعل عمل صيانه وفقا لجداول زمنيه دقيقه للغايه، صيانه لكافه محطات توليد الكهرباء في الفتره من اكتوبر الى مايو، ده في اطار الاستعدادات للصيف القادم. ايضا بنعمل عمليات استكمال لخطتنا 2012-2017 اللي فيها قبل الصيف هيكتمل تشغيل وادخال قدرات اضافيه من اربع محطات، بتكلم عن شمال الجيزه وعن بنها وعن العين السخنه وعن 6 اكتوبر باجمالي قدرات حوالي 3500 ميجا. ايضا قطاع الكهرباء كانت برضو التشريعات والقوانين كانت حجر عثره امام دخول المستثمرين من القطاع الخاص المصري والعربي والاجنبي. كان لابد الاول يتاخدوا خطوتين كده ورا بعض اللي تموا بالفعل بموافقه مجلس الوزراء، الموافقه الاولى على اعتماد هيكله الاسعار للطاقه، لان حضرتك عارفه كانت الدوله قبل اول يوليو الماضي بتتحمل قرابه 38 يمكن و7 من 10 مليار جنيه دعم للطاقه، ولكن الان بعد اعاده هيكله الاسعار تم تخفيض هذا الدعم بقرابه 10 مليار جنيه. الأسعار الجديدة كان برضو قبل كده كنا بنقول كانت قطاع الكهرباء ملزم أنه يبيع الكهرباء بأقل من متوسط التكلفة، يعني من نصف متوسط التكلفة. بمعنى لو متوسط التكلفة عندي 48 قرش تقريبا و7 من 10 كيلو وات ساعة، فكنت ببيعه لزاما بقرابة يعني 21 أو 22 قرش. طبعا الكلام ده بيعجز قطاع الكهرباء، زود مديونياته، ملوش دعم من الدولة مباشر، لابد ان الكهرباء تشتغل بمواردها، مطلوب منها بقى تعمل توسعات في المحطات، عايز المليارات، مطلوب منها توسعات في شبكات النقل ومراكز التحكم والإحلال والتجديد ويعني أمور كثيرة للغاية. وبالتالي الأداء مش هيمشي كده مع تزايد السكان السنوي طبعا ده وزيادة الطلب على الطاقة في القطاع الصناعي الاستثماري، فكان لابد من إعادة تقييم الأمور ومعادة معالجات. عملنا إعادة، تم إعادة هيكلة الأسعار. الآن المواطن والمستثمر الفكرة فيها إيه؟ إنك أنت كنت بتدفع دعم بمليارات، وكان مين الناس اللي بتستهلك كهرباء أكتر وبنزين أكتر؟ الأثرياء مش الفقراء، وكأن الدعم رايح لغير المستحقين. فهي الفكرة دي إن إعادة الهيكلة تضع ضمانة بأسعار محددة للشرائح الأقل استهلاك، وبتخفف الدعم على الشرائح الأعلى تدريجيا، وبنقول إنه يعني الدعم اللي بتقدمه الدولة ده المفروض إنه ينتهي خلال 5 سنوات من الآن، مع الاستمرار في بعد السنة الخامسة بقرابة 9 مليار جنيه دعم للشرائح الأدنى استهلاك. المنظومة بتصلح نفسها، بنقول تاني بعد الخطوة دي. طب خطوتنا التانية إيه؟ سؤال حضرتك، وهي اعتماد مجلس الوزراء لتعريفة الطاقة المتجددة وفتح المجال للقطاع الخاص أن ينشئ محطات لتوليد الكهرباء من الشمس ومن الرياح. كلنا متابعين وكلنا شفنا الإعلان اللي نزلته الوزارة والشركة القابضة، وإنه يوم 26 نوفمبر الماضي أغلق الباب بعد أن تقدمت قرابة أكثر من 180 شركة، أكد لحضرتك حتى الآن. هذه القدرات التي تتجاوز 14000 ميجا كنا نتمنى لو نحن نقدر نستوعبها كلها، لكن نظرا لان احنا في خطتنا في خلال سنتين 4300 ميجا فقط، لها معايير، لها كريتيريا، لها بنقول ان الشبكه الكهربائيه يا دوب في وضع الحالي تستوعب ده، انا ما اقدرش استوعب كل اللي جاي دلوقتي. لا
لغايه معمل تطوير في شبكات النقل. كلكم متابعين قد ايه الدوله والسيد الرئيس ورئيس الوزراء بتابعوا وقدموا فعلا يمكن مبالغ كبيره لصيانه لتقويه وتحسين شبكات نقل الكهرباء ومراكز التحكم وخلافه. فاحنا بنقول ان احنا هنشتغل على التوازي. قدرتي النهارده استوعب القدره دي خلال السنتين دول، وفي خلال السنتين شغال بقى. ومين اللي يعمل المحطات الشمس والرياح؟ قطاع خاص مصري وعربي واجنبي، تاني بقول، وهم اللي يتحملوا المليارات دي، وانا هوظف الفلوس اللي كنت هصرفها على محطات توليد اعمل بيها تطوير للشبكات عشان استوعب قدرات جديده في المستقبل. اشتغلنا ايضا على حته التنسيق مع قطاع البترول. قطاع البترول الحقيقه بيشتغل برضه في ظل محدوديه موارد، شويه كميات الغاز اللي عنده لازم يدي الكهرباء شويه والقطاع الصناعي شويه والقطاع المنزلي شويه. فاحنا ان شاء الله تم التعاقد بالفعل وفقا لما اعلنته وزاره البترول مع الجانب الروسي والجانب الجزائري وربما دول الخليج. هتيجي كميات مستورده في ان شاء الله في الفتره من ديسمبر الى مارس القادم 2015، برضه في اطار الاستعدادات ل احمال الصيف. نتكلم كمان عن انه طيب ده كله على جانب التوليد، كمان في وحدات متنقله بنعلن عنها انه جاري دراستها وربما تكون بالشراء او بالتاجير، هيتم تركيبها في بعض المناطق اللي محتاجه لتوليد دعم في توليد الكهرباء. يعني بمعنى منطقه الصعيد استهلاكاتها عاليه الوجه البحري، لكن معظم محطات التوليد في الوجه البحري، يعني كاني برضو بتحمل تكلفه وبيحصل زياده في فقد الكهرباء في الفتره اللي بتروح فيها الكهرباء من البحر للصعيد، كويس كده؟ وبالتالي بقول انه لا، ده لابد ان انا احط في اسيوط شويه مولدات، مولدات دي بتشتغل بغاز او سولار او مازوت. قدره المحطه اللي هتتركب دي بسرعه تتركب في 3 شهور، فبرضه من ضمن الاستعداد قدرتها يمكن اقدر اقول لحضرتك في 25 ميجا، 48 ميجا، 140 ميجا كده. عندنا كمان على جانب بقى الاستهلاك، ونشجع المواطنين وطول النهار نقول رشدوا الكهرباء. طيب تقول له يقول له استخدم لمبه الليد، يقول لك غاليه مش هشتريها، اللمبه التانيه ارخص. بقول له اللمبه الغاليه دي انا هوفرها لك، انا عملت مناقصه وانهيت اجراءاتها واعلنت عن الشركات الفائزه لتوريد 10 مليون لمبه ليد، هتبقى متاحه باذن الله ربما في فبراير القادم 2015. يقدر المواطن كل واحد ياخد له 4 لمبات ولا حاجه شويه، مش هيدفع حاجه، هيتقسطوا على الفاتوره على قرابه 20 شهر، سعر اللمبه في حدود من 20 ل 25 جنيه. ايضا بنتكلم عن عدادات ذكيه، بنتكلم عن تنسيق مع شرطه الكهرباء لمكافحه سرقات الكهرباء، بنتكلم عن ربط دولي مع المملكه العربيه السعوديه. عايز اقول عمل الحقيقه على كافه المحاور علشان نعمل معالجات لمشكلة الكهرباء بشكل جذري. ما رأي حضرتك في شبكة اللي هم المصانع الصغيرة والكبيرة في اللي هو القسط الثابت، وشكوتهم دايما ان القسط الثابت دوت دخلهم في يعني كان مثلا في احد المصانع بتدفع 9000 جنيه تبعت 20000 جنيه او حاجة 20000. ايه رأي حضرتك هم دلوقتي بيقولوا هل وزارة الكهرباء مش ممكن تعمل لهم تعريفه معينه على اساس ان هم الحد اللي هيستخدموه هو اللي يدفعوه؟ طبعا كلنا عارفين ان وزاره الكهرباء مش هي الجهه اللي بتغير في الاسعار، ده اعتماد مجلس الوزراء ده. فالمشكله طبعا تناقلتها وسائل الاعلام واتحاد الصناعات و بيقول انه بس السيد الوزير الدكتور محمد شاكر حاليا في الصين، ربما ان شاء الله السبت القادم يعود الى البلاد بسلامه الله. الامر ده بيتم مناقشته بين السيد الوزير وفي اروقه مجلس الوزراء، وفي حين ان شاء الله يكون في وضع معالجات وحلول للمشكله بشكل يومي لجميع الاطراف. هل انتوا اقترحتوا حلول للموضوع دوت ولا هل انتوا لسه ما درستوش الموضوع؟ لا، هي الشكوى اثيرت والسيد الوزير كان مستعد للسفر للصين ان شاء الله عقب وصوله مباشره. بقول لحضرتك انه الموضوع ده يعني هيناقش وهيتم وضع حلول له. احنا في النهايه الكهرباء جايه لخدمه المواطن والمصنع والمستثمر وخلافه، مش جايين نعمل مشاكل مع حد، لكن احنا بتبقى في امور خارجه عن اراده او عن يد قطاع الكهرباء. ما راي سيادتكم في شكوى بعض المواطنين في غلو اسعار الفواتير؟ هي كلكم متابعين معانا انه الفواتير حصل تغيير اسعار من اول يوليو الماضي، وبالتالي راحت تعليمات لشركات توزيع الكهرباء انه كل الاستهلاكات والتراكمات والقراءات القديمه قبل هذا التاريخ يتم المحاسبه عليها بالتاريخ بالسعر الاقل، ده ضمانه لحق المواطن. طبعا حصل انه شركات الكهرباء بدات تتحرك في ده، وعن التوازي تعليمات وتوجيهات السيد الرئيس ورئيس الحكومه
بضروره تحصيل المتاخرات، لانه الكهرباء ملزمه انها تدفع للبترول والبترول يجيب وقود وهكذا. وبالتالي بنقول انه حصل بس استثناء في الفواتير اللي صدرت مؤخرا، وده مش هيحصل ان شاء الله بعد كده، انه تجمعت قراءات قديمه، قراءات ما قبل اول يوليو على قراءات حديثه بسعر اعلى، فلما تجمعي ده على ده شيء طبيعي. لكن عايز اقول لك الفيصل في الامر هو قراءه العداد، بمعنى انا مواطن متعاقد مع شركه الكهرباء، هي طرف وانا طرف، ايه اللي بيننا وبين المحاسبه بتتم عليه على العداد. والله بتجي لي الفاتوره، اشوف قراءه، اشوف في خانه اسمها القراءه الحاليه في الفاتوره، اقارنها بالعداد. لو كانت اقل من العداد المفروض كده دايما العداد شغال على طول، المفروض هو سابق يعني. فلو كانت القراءه في الفاتوره دي اللي جايه لي رغم ان انا بقول انها كبيره اقل من العداد، يبقى دي قراءه انا ملزم بدفعها. جيت مره ما دفعتش شهر، جيت مره مش عارف ايه، رمالي الوصال ما لقانيش، ايا كان هي قراءاتي. طيب طب اعمل ايه بقى لو معيش المبلغ؟ اروح اداره الكهرباء واقول لهم من فضلكم القراءات دي انا بقى انا معترف بيها وهي عليا فعلا، فانا عايز اقسط هذه القيمه على عده شهور. مش هيقولوا لا، وحصل حالات كتير وده بتاعي. لكن افرض بقى العكس استثناء، ودي حالات نادره قوي، لانه لقيت قراءه الفاتوره لخطا بشري ما، لانه عندي عده الاف من المحصلين والكشافين بيخدموا كام؟ اكتر من 30 مليون مشترك. فالخطا وارد ان العمل يدوي وليس الي بالشكل، حتى العمل الالي بيحصل فيه خطا. لو لقيت العكس بقى وان قراءه الفاتوره اكبر من قراءه العداد، لا اسدد الفاتوره وما ادفعش قيمتها واتوجه لاداره الكهرباء لتصحيح هذا الخطا، بل بالعكس بيطلعوا قرارات جزاء للمخطئين في هذا. بنقول ان ممكن تكون في اسباب كثيره لارتفاع قيمه الفاتوره، نتنبه لهذا. عارف حضرتك لما يكون عندك اولاد في المدرسه مش المفروض من اول اخر بتزوريهم؟ فانا بقول للمواطن اولا ادخل على موقع الشركه اللي انت تابع ليها، ممكن جدا تدخل قراءه العداد بنفسك، انا بعمل كده. ممكن جدا تطلع فاتورتك من خلال الانترنت وتشوف قيمه الفاتوره، لو معاك بطاقات ائتمان تدفع قيمه الفاتوره، لو 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 تبعت شكوى بالبريد الالكتروني، كل ده متواصل. عايز اقول كمان انك انت بص ايه المشكله، انك في ثانيه تجيلك الفاتوره تقارن بين القراءه الحاليه بالفاتوره مع العداد، ده حقك، ده حقك، انت طرف التعاقد، لا تكتفي بقى فقط بالقاء اللوم على هذا وذاك. لكن وجدنا بقى ان في اسباب متعدده للموضوع الفاتوره، ممكن جدا يكون قراءاته متراكمه، دي حالات كثيره. ممكن جدا يكون في خطا بشري نتيجه لان قراءه الفاتوره طلعت اكثر من العداد، ده امر غير مقبول يجب مداركته ومعالجته. ممكن جدا يكون في البعض اكتشف انه واخدين مثلا نور السلم من العداد بتاعه باستهلاكات اكتر، سايب سخان عنده شغال 24 ساعه، استهلاكاته نمط استهلاكه يعيد النظر فيه مره ثانيه. ممكن جدا خطا من العداد نفسه، عايز فحص صنع البشر، فبتعمل له كل فتره الاعداد عمره من خلال 15 سنه بتعمل له حاجه اسمها كالبريشن معين انه يتظبط مره ثانيه زي العربيه ما توديها، كل ده وارد. خطا بشري اثناء قراءه بتاع من الراجل اللي بتاع الكهرباء بالظبط. فاحنا بنحط الاحتمالات كلها وبنقول لا، اتواصل مع اداره الكهرباء وفيما يتعلق بالماليات بيتم تقسيط اي مستحقات. رأي حضرتك ايه في موضوع ان في بعض المدن الجديده ما دفعتش الكهرباء من مده 4 أو 5 سنين حاجه زي كده؟ شوف حضرتك، انا بتكلم الان بشكل عام توجيهات السيد الرئيس الاوروبي، انه لما يبحث مشاكل الطاقه وهو بتاع تابع كتب، وكلكم تابعتوا خلال وسائل الاعلام كم مره التقى بوزيري الكهرباء والبترول، والبترول طبعا له مليارات عند الكهرباء، هتقول له هات لي استورد لي وقود، طب ما عايز عمله صعبه وعايز كذا، طب يا كهرباء اديله فلوس كهرباء تقول انا ليا عند شركه الميه وعند المجتمعات الكذا العمرانيه وعند الحكومه وعند وعند. لا، التعليمات الان كهرباء تجيب مستحقاتها متاخرتها وتدي لقطاع البترول عشان يقدر يوفر وقود. هتعالج المشكله ازاي؟ لازم كده. فالان في صرامه في التعامل مع هذا الملف. تابعته معانا كهرباء قطع عن بعض مباني وزاره الاوقاف، عن بعض مباني شركات الميه، مباني حكوميه وهكذا. فالان لابد من تكثيف الجهود انه عشان نقدر نرتقي بالخدمه. انا النهارده اصل شوف حضرتك، لما واحد مواطن عندي ولا جهه ما تدفعش فاتوره، والاقي مواطن ثاني سلبي بيدمر ابراج كهرباء، ومواطن ثالث بيسرق كهرباء، طب انا هنجح ازاي؟